السلام عليكم. ارتفعت نسبة الحاصلين الجدد على الجنسية النمساوية بنسبة 6% في النصف الأول لهذا العام مقارنة بالعام الماضي. وذكرت وزارة الداخلية أنه في النصف الأول من العام الجاري أنه تم منح 5349 شخصا الجنسية النمساوية، كما تم تلقي 5045 طلب تجنيس خلال نفس الفترة. وأشارت الإحصاءات إلى منح الجنسية النمساوية ل 1854 شخصا ولدوا في النمسا بنسبة 34.7% و 2127 شخصا بنسبة 41.6% من المواطنين الجدد و 1020 شخصا مواطنا أوروبيا. نشرت صحيفة هويت النمساوية أن شتراخي لم يعد باستطاعته النشر في صفحته على الفيسبوك والمخصصة للمعجبين، وعلى الرغم أنه تم حظره من النقاش مباشرة مع معجبيه على صفحته والتي تحوي أكثر من 800 ألف معجب، إلا أنه ما زال يملك صفحته الثانية الشخصية والتي فيها قرابة 50 ألف شخص والتي قام تفعيلها للعامة بحيث يمكنه التواصل مع مؤيديه. عبر كيكل عن رفضه التام لحل حركة الهوية المتشددة، وفي تبرير له قال بأن منع هذه الحركة يمس بشكل مباشر بالديمقراطية في النمسا، كما يضرب أرض الحائط حقوق الجمعيات التي ينص عليها قانون الجمعيات. وأعلن مدير نائب حزب الشعب النمساوي السيد إيغر بأنه من الضروري منع حركة الهوية اليمينية المتشددة، وبأن أي تحالف ممكن مع حزب الحرية النمساوي في الحكومة القادمة سيكون رهينا بحل الحركة المتشددة. في استطلاع للرأي حول موقف النمساويين من مسألة تقنين استهلاك القنب الهندي أو ما يعرف بالحشيش، تبين أن 54% من المواطنين النمساويين يؤيدون تقنينه، في زيادة ملحوظة عن آخر استطلاع أجري سنة 2017، حيث تبين أن أغلب النمساويين وقتها كانوا يعارضون تقنين استهلاك القنب الهندي الذي يندرج حتى الآن في لائحة المخدرات. وتبين أن 78% من المشاركين يتوقعون من الحكومة القادمة وضع قانون إطار ينظم عرض مادة القنب الهندي بشكل قانوني للبيع. انفوجراف لنكتمل بالمعرفة.